السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. حياكم الله جميعا في فيديو جديد وأتكلم فيه عن السوني A9 الجديدة اللي نزلت الشهر اللي طاف 25 مايو 2017. بعطيكم بعض المميزات وبعض العيوب وتشوفوا حق ملك الكاميرا تصلح، هل تصلح لك ولا ما تصلح لك؟ خليك معي. أول ميزة، الكاميرا فيها خاصية التصوير السريع اللي توصل إلى 20 فريم في الثانية مع إمكانية ضبط الإضاءة وضبط الفوكس في كل صورة. ثاني ميزة، مثل ما هو معروف عند السوني الفوكس جدا سريع. ثالث ميزة، إمكانية تصوير 20 فريم في الثانية. إذا قارناها بالفيديو، الفيديو يصور 24 فريم في الثانية، فهذه 20 فريم تقريبا فيديو يعني. رابع ميزة، السوني نزلت بطارية جديدة حق هاي الكاميرا، حجمها مضاعف عن البطاريات السابقة. الميزة الخامسة، تميز الكاميرا بخاصية الغالق الصامت اللي ممكن تستفيد منها في بعض المؤتمرات، بعض الأعراس، بعض الفعاليات اللي تحتاج الهدوء، فأنت ما تحتاج تزعج الناس بصوت الشتر. الميزة السادسة، سوني أعطت في الكاميرا إمكانية إضافة 2 ميموري، مو واحدة نفس السابق. الميزة السابعة، الفوكس في هالكاميرا من أفضل الأوتو فوكس في كاميرات الميرورلس، يوصل حق 693 نقطة، أي ما يعادل 93% من تغطية الفريم في الكاميرا، فأتوقع أن أنت ما بيطوفك ولا فريم بعدد النقاط دي. مميزات ثانية في الكاميرا، فيها خاصية تصوير 4K، كاميرا 24 ميجا بكسل، أداء ممتاز في اللو لايت، فيو فايندر رهيب في الكاميرا كأنك طالع 4K. أما العيوب، أكثر سلبية قالوا عنها اللي جربوا الكاميرا أن الكاميرا صغيرة ومزعجة للاستخدام اللي صور بمدة طويلة، يصورون الحياة البرية والرياضة وغيره وكذي. الكاميرا وايد صغيرة فمزعجة باليد، مع إضافة الجراب لها بعد الكاميرا تظل صغيرة ومزعجة. لكن طبعا إذا نظرنا لها من جانب أنها هي ميرورلس، فالكاميرا فيها وايد إمكانيات تتجاوز كاميرات الميرورلس الثانية. السلبية الثانية في الكاميرا، سوني لما أطلقت هذه الكاميرا ما أتاحت التنوع في العدسات حق مصورين الرياضة ومصورين الصحافة ومصورين الطبيعة. نعم عندهم عدسة 70-200، عدسة 24-70، هذه يعني العدسات الأساسية حق هالنوع من التصوير، ولكن ما أصدرت عدسات متنوعة مثل الكانون والنيكون. وآخر نقطة عندي على الكاميرا بذكرها، إن الكاميرا مو موجهة حق مصورين الفيديو، لأن سوني اكتفت بالموديلات الثانية اللي عندها حق تصوير الفيديو، وخصصت هذه الكاميرا خاصة بس حق التصوير الرياضي والصحفي. الصراحة. مثل ما ذكرت لكم قبل، الكاميرا تم اطلاقها تاريخ 25 مايو 2017، وعندنا سعرها في البحرين ما يقارب 1750 دينار بحرين. وبس هذه اللي كان عندي، حبيت اقدم لكم الكاميرا كلش بشكل مختصر جدا. اتمنى نحصل فرصة ان نجرب الكاميرا ونطلع فيها برا ونشوف لكم تصويرها ونشوف نتائجها اكثر. واللي جرب منكم الكاميرا يكتب لنا تجربته في الكومنت تحت، واذا ما كنت مشترك في القناة لا تنسى تشترك في القناة، اذا عجبك المقطع لا تنسى تضغط اللايك وتنشر الفيديو. نشوفكم فيديوهات جاية، مع السلامة.